النجم التاريخي للنادي الأهلي ومنتخب مصر وأفضل ظهير أيمن في العصر الحديث المحترم مدير الكرة بالنادي المصري الكابتن إبراهيم حسن. كابتن إبراهيم مساء الخير. مساء الخير حبيبي عبد الناصر، عامل ايه؟ تمام، وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك، انت اللي وحشني. ربنا يخليك، وبالتوفيق دايما ليك انت والكابتن حسام. ربنا يخليك وتشكر ليك. لا كابتن، كابتن ناس طبعا. كتير، ناس كتيره ما تعرفش يعني احنا عشره عمر و طبعا. واعتز بيكم دائما. وخلي بالك عبد الناصر زيدان اذا كان صنع اسما في الصحافه فكان سببا مباشرا في انفراداتي مع حسام وابراهيم حسن سنه 92 ايام المنتخب وايام النادي الاهلي، وقت وما زال كان يشار لابراهيم وحسام حتى الان بالبنان، لانكم كلاكما تاريخ كبير يا كابتن. ربنا يخليك، تشكل ذوقك حبيبي. ربنا ربنا يخليك يا كابتن. اتفضل. يعني هجوم شرس من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ملأ الفضائيات على مدار ال 48 ساعة الماضية، ولكن الناس بتتساءل لماذا غاب الرد عن الكابتن إبراهيم حسن والكابتن حسام حسن. فأنا بشكرك أنك أنت وافقت أنك تكون معنا وتخصنا بالرد على مثل هذه المهاترات وهذه التجاوزات التي أغضبت الكثيرين يا كابتن إبراهيم، خصوصا أن ليس لها مجال من الإعراب. هو طبعا هذا الشخص، أنا يعني هو يعني مش هذا المفروض أن ده يعني أقل حاجة تكلم في تكلم مع واحد زي دوت، يعني ما ينفعش تقول حتى اسمه. تمام، هو عيل ملوش لازمة، فاهمني؟ مبدئيا هو كده عيل ملوش لازمة، لأن هو بيحب يهزأ نفسه، انت فاهم؟ واحد بالسن دوت، تمام، واحد بال عنده احفاد ولحد دلوقتي مش عايز يحترم نفسه، عمال يتهزأ من الكبير ومن الصغير، وجايب النادي بتاعه ارض، تمام، هو السبب الرئيسي اللي نادي الزمالك مش هيقوم بسببه. هو عمال يخبط في الصغير وفي الكبير ومش سايب حد خالص، وبيغلط في الناس كلها، فهو لسانه غلط. فاللي زي دوت المفروض في دولة، ودولة محترمة وحكومة محترمة ورئيس محترم، ما سابش ولا فن ولا بالنحف ولا في فن ولا في الرياضة ولا في السياسة ولا في أي حاجة إلا لما غلط. فأنا بس هي رسالة لرئيس الجمهورية يعني بشخصه، هل هذا الشخص هيفضل يأذي ويغلط في الناس ويتساب؟ هل مفيش وقفة من الدولة؟ ما هو الناس كلها لازم برضو، لو كان الناس المسؤولة مش واخدة بالها من السؤال ده بيتقال كتير جدا. هل الشخصية دي اللي هي خدت على الغلط في الناس مالهوش آخر؟ رغم إن هو شخصيته أنا حافظها جدا جدا، وأنا عايز أفكره لما اتقفل عليه أوضة في وإحنا بنلعب في نادي الزمالك هو وابنه، وكان بيصرخ زي الحريم، ارجعه تاني لما قفلت عليه انا وحسام الاوضه وقعد يستنجد بالناس، افكره ولا هو لازم برضه؟ هو خد على السريخ، خد على السريخ ايام ما كان ما بيشد بيجرجروه ودخلوه السجن، يا بيه انا ما عملتش حاجه، وقعد يصرخ. تمام، انت عارف انت الناس الفيديو المنتشر وهما بيقبضوا عليه، بيتكلم على البلطجه، وهو دي السمه بتاعته. يعني نرجع للعمله وتسبب في ناس ماتت كتير، 22 واحد من جمهور الزمالك، تمام؟ تسبب في سجن ناس كتير من اللي ما لهمش اي ذنب، شباب صغير من جماهير نادي الزمالك، تسبب كان في موقعة الجمل، وتسبب في اذية ناس كتير، وبيتكلم على البلطجة، فهو البلطجة هو اللي عارفها، تمام؟ فهو المفروض اللي الدولة لحد دلوقتي، الدولة هو بتكلم اهو، ودي رسالة لرئيس الجمهورية، لو سمحتم هذا الشخص بقى مؤذي للسمع وللبصر للناس كلها. فهل من حد يقدر يوقفه ويربطه؟ أنا بالنسبة لي ما فيش مشكلة، أنا قلت له حاجة عندي حاجة هلطشك وهلطشه قدام، بس هو المشكلة عنده أحفاد وعنده كل الناس وعنده بيت وبرضه مصمم إن أنا هزقه. فانا سبته عشان انا عارف ان هو مستني. سبته امبارح، سبته النهارده طول اليوم
عشان عارف هو قاعد على نار، هو بيحب الحاجات دي. يعني في ناس عارف فيلم بتاع حسن عبدون، في فيلم كده كان بيحب يتهزق، يعني انت فاهم، واحد كان بيحب يتهزق. يعني هو في واحد بتحب يحب يتهزق، هو من ضمن الناس دي. فلو قعدت اعزيه ههزقه وهفضل ههزقه، وادام هو مش قادر يحترم شيبته، وهو راجل رجل بره ورجله جوه في ده يعني، لو هو عارف ولا عارف حتى سنه كام، ولا عارف هو اصلا واقف على انهي مسافه ولا انهي مساحه في عمره، فلازم يعرف بقى. لازم يعرف. لان يعني انا زعلان لما عنده ابن ولا حفيد ولا بتاع يسمع ان جده بيتهزق، يسمع ان جده مكروه من الناس كلها. يا اخي تعمل لاخرتك يا اخي، انت ما فيش خالص، هو ما فيش خالص. انا عايز افهم، هو ما فيش احساس خالص، ما بيحسش؟ يعني انا قلت له حاجه لطشك 700 قلم على وشك، واللي هيقع هيبقى على اولادك، يعني اللي هيفلت مني هيبقى على وش اولادك، لان انت مش عايز تحترم نفسك. وانا كلمه بعنيه، هو حافظني كويس. هلطشه وهديله باقل حاجه في رجلي، انت فاهمني؟ فلازم يبقى فاهم قصه. انا قلت له مليون مره، انا وحسام ابراهيم حسن، وحسام حسن خط، مش خط احمر بتاع اللي هو الموضه اللي طالعه، لا ده دي حقيقه. يعني لازم تكون كده قبل لما تفكر انك تجيب اسامينا او تبص لنا حتى بصورتنا، تراجع نفسك مليون مليون مره. فانا ساكت، واحنا متربيين كويس قوي، ومش عايز ابقى نفس شخصيته. انا احنا بنسكت وما بنحبش نغلط في حد، احنا بنرد فعل. قلت لك مره مليون مره، احنا بنرد فعل، ما احبش اغلط في حد. انا ما اطلعش اتكلم واخد حقي لما حد يغلط فيه. وهكذا عهدنا بيك دايما يا كابتن ابراهيم، انت والكابتن حسام. حتى انا بشكر ليك عدم ذكر الاسم وعدم التعرض لاي اسم صراحه. ولكن خلينا اقول لك ان دائما وابدا تاريخ حسام وتاريخ ابراهيم حسن هو الجملتين اللي انت قلتهم، ان دائما وابدا بيبقى الصمت ابلغ في كثير من الامور يا كابتن ابراهيم. تمام. وبعدين اقول لك حاجه، هو في هذا الشخص يا عبد الناصر، سيرته الذاتيه ودخوله السجن اثر عليه عصبيا وجسديا وحاجات كتيره جدا. فلما كان في وزير، الوزير محترم وزير الداخلية، لما علمه الأدب ودخل السجن وشاف اللي شافه، تمام، ودخل السجن وتخربق، فالخربقة ديت مأثرة عليه لحد دلوقتي. أتحفظ بس على الكلمة دي يا كابتن، ما تنفعكي على الهوا، معذرة. يعني هو واضح إن هو يعني هو بيحب يركب مراجيح، ما تعرفش يعني. فأنا أنت مش فاهم، يعني مش فاهم، هو بيحب يركب مراجيح كتير، فانا مش فاهم. هو عارف الاغنيه بتاع المرجحه، هو بيحبها جدا، فهو عايز يركب مرجحه بتاعتي. فانت مش خلاص كابتن، بس انت خلاص مش هتنفع يعني، معذرك. يعني انت روح مع نفسه كده، يقعد في حته، لان هو ما بيقعدش على رجليه، ما بيقعدش خالص، لازم يبقى متحرك، بيرجع على رجليه كتير، لان انت عارف لما واحد بيبقى فيه مشكله بيبقى ما يقدرش يقعد. هو دي مشكلته، فلازم يعني يلم نفسه، أدام هو الدنيا فيه حامي عنده، فلازم يعني يفكر أكتر من مرة لما يجي يخبط في حد، لما يجي يخبط فيه أنا بالذات، أنا وحسام، يفكر أكتر من 10 مليون مرة، مش مليون مرة، لأني دخلتي صعبة جدا، وقعته سودة معايا جدا، فلازم يكون عنده احترام لشيبته، واحترام لأحفاده، واحترام اذا كان هو خلاص خد اثر، يعني بقى اثير الحاجه اللي بيديرها، فدي قصته ماليش دعوه بيه، والناس سايباه كده ماليش دعوه، الا احنا تاني، الا احنا، لان هتلاقيني فوق دماغك، قسما عظما هتلاقيني فوق دماغك، وهتاخد 100 قلم على وشك وههزقك. فانا بقول لك يا رساله، انا ببعت لك رساله، هاجي ههزقك. وصلت الرساله كده يا كابتن كامله، يعني وصلت وبمنتهى القوه.